محمد الفيتوري الذي يحتفل به جوجل هو شاعر وأديب أفريقي، ولقب بشاعر الغربة. ولد في السودان من أب ليبي وأم مصرية. جميل إن الإنسان يكون له ذكرى واحتفال من الناس، لكن أهم حاجة يكون له ذكرى حسنة وأعمال طيبة ينتفع بها الناس. أنت لازم يكون ليك ذكرى بعد مماتك. دور في كتب حياتك وشوف إيه الذكرى اللي ممكن تتذكرها الناس بعد مماتك. ما